بسم الأب والابن والروح القدس الواحد أمين. الأسبوع السادس من الصوم هو أسبوع المولود أعمى. إنسان السيد المسيح قبله خلق له عينين وأعطاه بصيرة، وهذا الإنسان دخل في حوارات كثيرة لغاية ما قبله المسيح وقال له أتؤمن بابن الله؟ قال له أؤمن يا سيد، وسجد له. عشان كده النهاردة الجمعة اللي قبل الحد الكنيسة بتحط لنا إنجيل مهم عن المعمودية وعن البصيرة وعن الولادة من فوق. هو لقاء خاص بين المسيح ونيقوديموس، من أوائل اللقاءات اللي سجلها يوحنا. إن الجه نيقوديموس ده كان معلم للناموس، يعني كان عضو في مجمع السنهدريم، ودي أعلى سلطة دينية عندهم. فكان مفروض إنه هو مثقف بكل فكر اليهود، عنده كل المعلومات. وجه للمسيح ليلا وشهد، قال له أنت لازم تكون من الله، لأن اللي أنت بتعمله ده مش ممكن يكون من إنسان. ليه؟ لأن من أعمالهم تعرفونهم. هو بيعمل معجزات، بيعلم تعاليم فوق مستوى الفكر بتاعهم أو القبول بتاعهم، فقال له أنت من فوق. فالسيد المسيح لقى أناة جيدة أنه يكلمه على حاجة مهمة، اللي هي إيه؟ الولادة من فوق. الموضوع ده ليه احنا بنحكيه؟ مش عشان اشرح لكم الكتاب، لكن عشان انبهك، انت مش مجرد جسد اتولد من اب وام حلوين اتجوزوا كده وفرحوا بيك وهننوك ودلعوك وكبروك، لكن انت مولود ايضا من فوق. كلكم متعمدين في الكنيسة، واللي اتعمد في الكنيسة مات مع المسيح وقام مع المسيح. عشان كده احنا دايما نقول المعمدين انت النهارده بقيت خنفاوي او بقيت سمائي او بقيت تقدر تطلع من المعموديه تقول ربنا ابانا الذي في السماوات. انا كل اللي عايز اعمله انبهكم للحته ديت. هو نيقوديموس دخل في حوار مع المسيح، طب ازاي؟ والمسيح اداله مثل بتاع الريح، وبعدين قال له انا بكلمكم بالارضيات ما بتقبلوش، بكلمكم بالريحيات، طب خد بقى. قال له لا يستطيع أن يصعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو من السماء. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إحنا كمسيحيين أمننا بالمسيح، أنا ما أقدرش أعمد واحد وهو إيه؟ غير مؤمن. فإحنا أمننا بالمسيح، أمننا بالمسيح إنه هو ابن الله الذي صار ابن الإنسان لكي يسفك دمه ليخلصني. ثلاث نقط دول مهمين جدا. ده إيماني، إيماني إن المسيح هو ابن الله، الله واحد، الله واحد في ثلاث أقانيم، ابن الله صار ابن الإنسان، وبموتي على الصليب بدمه فداني، فأستطاع فتح لي باب الفردوس مرة أخرى. عشان كده المسيح شرح له بالطريقة دي، قال له ابن الإنسان اللي نزل من السماء هو اللي يقدر يصعد من السماء. يبقى احنا بنخش السماء عن طريق مين؟ عن طريق المسيح. وهو اللي قال لنا كده في بيت أبي منازل كثيرة، وقال أنا آتي وأخذكم معي. طب أنا عايز أقول لكم إيه؟ عايز أقول لكم إن أنتم مش من الأرض بقى، ده أنتم منين؟ من السماء. إحنا الإنسان الترابي بنقول له أنت من تراب إلى تراب إيه؟ تعود. أمال الإنسان المسيحي نقول له إيه؟ أنت من السماء وإلى السماء إيه؟ تعود. طب حضراتكم كده هل شايفين تصرفاتكم وأفكاركم وأعمالكم ونظراتكم وحياتكم أعمال سماوية؟ ولا لسه قاعدين نلعب في الطينة؟ ما أقصدش الطينة المادية، أقصد الطينة اللي هي الإيه؟ تراب. نتخانق على فلوس، نتخانق على كرامة، نتخانق على أي كلمة، نتخانق على أي حاجات العبيطة دي اللي إيه؟ اللي تفقدنا سلامنا وتنسينا إن إحنا أولاد الملك. أن التدريب الروحي اللي أنا عايز أعيش فيه وعايزكم كلكم تعيشوا فيه، أنتم لستم من الإيه؟ من الأرض، أنتم منين؟ من السماء. عشان كده احنا مولودين من السماء، عايزين نتصرف على هذا المستوى. يبقى تصرفاتي شكلها ايه؟ اهتم بايه؟ اهتم بالسماء، ما اهتمش بالارض. قال كده المسيح اطلبوا ملكوت الله، وهذه كلها، هذه كلها اللي احنا مضيعين فيها عمرنا، كل اللي احنا مضيعين فينا عمرنا ده قالها في جملة، في كلمة واحدة كده، هذه كلها ايه؟ تعطى وتزاد. يعني مش هتاخد كفاية، ده احنا بنقول له في الأبانا الذي كفافنا، لكن هو بيقول لك تعطى وايه؟ وتزاد، تعطى وتزاد. اي حاجة تشتهيها في العالم مش هتنفعك ومش تعمل بيها حاجة. انتوا دلوقتي صايمين بقالكم مدة مثلا، هتاكل لحمة، تاكل قد ايه؟
انا اسمع الناس يجوا ليله العيد شويه شوربه او حته جبنه، ليه؟ ما فيش، خلاص هو بقى روحاني، بقى انسان روحاني. احنا عايزين نتذكر هذا. لو عملنا كده الكنيسه دي هتبقى جماعه ايه؟ قديسين، ونحس ان احنا فين؟ في السماء مش على الارض. انا عايز دايما الاحساس ده يرسخ في قلبنا. فانا مثلا لو جيت دخلت الكنيسه، انا بالمفروض في الطقس بتاعنا ان انا اجي اخش اسجد قدام المسبح واقول له اما انا فبكثره رحمتك ادخل الى بيتك واسجد قدام هيكل قدسك بمخافتك. احفظوها كده، اما انا فبكثره رحمتك ادخل الى بيتك واسجد قدام هيكل قدسك بمخافتك وارشم الصليب واصلي ابانا الذي وقف في مكاني. يبقى انا دلوقتي I checked into heaven، يعني لما انا عملت كده انا ايه؟ دخلت ايه؟ السماء. ينفع اقول له بمخافتك واسجد ومش عارف، وبعدين اي ازيك فلان واخبار ايه وفلارتا فيها ايه النهارده وسوبر كينج اخباره ايه؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ عدو الخير دايما بيشدنا لايه؟ للارض. تذكر انك ايه؟ من السماء. كل مره بتقول له ابانا الذي، سواء في الكنيسه او في البيت، هل انت بتحس ان انت ابن ربنا فعلا، ولا بتقولها له وانت في دنيا تانية وبتقولها علشان هي حفظها لنا كده؟ يا ريت لو، يعني بيقولوا من شبه اباه ما ايه؟ ما ظلم. هل احنا على شبهه يا جماعه؟ ده احنا اسمنا على اسمه، اسمنا ايه؟ مسيحيين. ولما نقف نصلي نقول له يا ايه؟ يا ابانا. طب تصرفاتنا كده تتوافق مع هذا؟ كفايه عليكم كده. ربنا يحفظكم ويديكم هذا الإحساس وهذه الحياة إن إحنا لسنا من الأرض ولكننا ولدنا ولادة جديدة من السماء. فالمعمودية فتحت عينينا على ما لا يراه العالم. ربنا يديكم كل نعمة له كل مجد في كنيسته من الآن والأبد. آمين.